كثيراً ما يربط الناس بين سعادة الإنسان والثروة التي يمتلكها، لكن ماذا إن قلنا لك إن الشعب الأكثر فقراً في العالم هو الأكثر سعادة أيضاً؟ أمر مستغرب، لكن هذه الحقيقة توصل إليها خبراء في مدينة برشلونة الإسبانية. الدراسة التي أجراها هؤلاء الخبراء ونشرها موقع باج ثينك تقوم على استطلاع رأي 3000 شخص يعيشون في مجتمعات فقيرة صغيرة الحجم حول مدى رضاهم عن حياتهم. وجدت النتائج أن الرضا عن الحياة لدى هؤلاء الأشخاص يتساوى مع الذين يعيشون في أغنى البلدان. وفقاً للخبراء، فإن هؤلاء الأشخاص يستمدون قدراً كبيراً من الرضا من الأنشطة البسيطة مثل الاستماع إلى الموسيقى أو الذهاب في نزهة على الأقدام، كما أن العلاقات مع الأصدقاء والتواصل الاجتماعي تجلب أيضاً الكثير من الفرح.